برش المبيد هذا، يعني اليهود ما حنتوقع منهم أن أكثر من إيش حنتوقع أكثر من. لم يعد أمام المزارع الغزي أبو هانم هنا سوى اقتلاع الخضروات في عشرات الدرومات التي تعرضت للرش بالمبيدات من قبل طائرات إسرائيلية خاصة، طائرات يتحجج الاحتلال بأن استخدامها يأتي لإبادة الأعشاب في الجانب الإسرائيلي من الحدود. القرارة هي المنطقة الوحيدة اللي ممولة لقطاع غزة في البرقيات، فإحنا المنطقة هذه الزراعة قسم الزراعة هذا انضر، فإحنا ما حنقدر نمول لا التجار ولا غزة، ما حنقدر نبي، لأن وقفت وزارة الزراعة قالت ممنوع تنقوا، ممنوع تقطوا، القطيف ممنوع، فمنعوه، فحيقف هذا حينجبر يستورد من الخارج، ما في. عشرات آلاف دنم مزروعة بأصناف خضروات متعددة على طول خط الحدود بين قطاع غزة وبين الاحتلال يتهددها الإتلاف جراء رش المبيدات الإسرائيلية، اعتداء يتكرر منذ سنوات وتفشل كافة المحاولات لمنع حدوثه. نحن عرضنا في وزارة الزراعة على الوسطاء أن نقوم نحن برش 100 متر المحاذية المستهدفة حسب ادعاءاتهم بالرش، أن نقوم برشها بأنفسنا وبآليات لا تؤدي إلى تطاير المبيد مثل التراكتورات والحقن باستخدام الخزانات والصهاريج. رفض الاحتلال. إذن هو لا يقصد فقط مجرد التخلص من المبيدات والأعشاب، هو يريد أن يتخلص أيضا من النباتات ثم الإنسان. أنا وراي 8 طنفار يا زلمة، وراي 10 عمال بيشتغلوا عندي، مين بده يعطينا؟ اسمعني يا عزام. بحسرة وغضب شديدين يتنقل أصحاب المزارع المتضررة بين مزروعاتهم وهم يبحثون عمن يساندهم في محنتهم المستمرة، محنة يقولون إنهم يكابدونها لأنهم يصرون على الصمود في أراضيهم رغم المخاطر المحدقة بهم. إحنا الناس عندهم حكومة، إحنا بدنا حكومتين، بدنا واحد من الحكومتين يعوضنا يرفع يوقف جنب المزارعين، المزارعين اتدمروا والله خرتنا غير السجن، الحين المزارعين خرتنا كل تعيين الدويات بكره انكسرنا احنا، ما فيش لا ابيض ولا اسود، الحين اخرتنا غير السجن، بكره تجيك الدوري بيقول لك عليك امر حبس، من مين؟ من فلان الفلاني تاع الدواء بالشك عليك. رش المبيدات مشكلة تضاف إلى مشكلات عديدة يعاني منها أصحاب المزارع القريبة من الحدود، كإطلاق الرصاص والتجريف والتخريب وغيرها، واقع صعب يجعل من مزارعي هذه المنطقة أشبه بمقاومين من نوع آخر. محمد الأسطل، تلفزيون القدس، قطاع غزة. Thank you.